بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم السنة دي في مؤتمرنا العاشر للجمعية، وهو الحمد لله من المؤتمرات القيمة في مصر. والسنة دي الحقيقة المؤتمر هيلمس جوانب كتيرة جدا من الخاصة بمرض السكر الحديث فيه، وكمان هيكون في المؤتمر جزء خاص بالمرضى وتعليم مريض السكر ازاي يتعايش مع المرض، وفي نفس الوقت ايه الفكرة عن الأدوية الجديدة. الناس بتسأل على الأدوية الجديدة اللي موجودة في السوق، والحقيقة الأدوية دي بعضها قدم جديد لمرضى السكر، وده اللي هيحاول يناقشه ان شاء الله المؤتمر.